الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نور ولا آيا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. عید میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. أبانا مولده عن طيب عنصره، يطيب مبتدا من هو مختتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بياهو كي
صبح سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسول و انبیاء کے بعد جو افضل وہ عالم میں یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا فالصدق فی الغار والصدق لم یریم وهم یقولون ما بالغار من عریم یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم فاغفر لناشديها واغفر لطاريها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم رحم فرما استفل هادي دين مبين صاحب نور بصيرت خاتم نواب الدين يا إلهي رحم کر صاحب هدى کے واسطے خواجہ محمد اسلم محبوب خدا کے واسطے بخش دے صدقے میں محبوب نبی کے واسطے حضرت خواجہ ارشد کامل ولی کے واسطے ذکر اللہ او نبی میں جو ہمیشہ ہے مشغول حضرت سلطان واصف کا وسیلہ کر قبول مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.